بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم باجمل واطيب تحيه وتحيه الاسلام الخالده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من هنا، من على ارضيه هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، رابع ايام هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. اذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، انطلاقتي اشواط اللقاية، الشوط الثالث الخاص بالبكار، اللقاية والخمسة كيلومترات هي الحاضرة في هذا الصباح الجميل. اعتقد مع مقدمة شوط المركز الأول، الصدارة هنا مع شعار في هذه اللحظات، أتقدم مع شعار منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، يقدم لنا محمية ويتقدم بن دري القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف، بينما المركز الثاني الاسم القادم، مرحبا يا بن دري، مرحبا يا الفلاحي، مع انطلاقة مرحلة مرحلة مرحلة، هنا سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي يتقدم مع انطلاقة مرحلة، بينما المركز الثالث الاسم القادم في هذه اللحظات وصلت سموه ويتقدم، فواز بن مهجع بن عليان العنزي، يتقدمون ابناء تبوك الورد، يتقدمون مع انطلاقة سموه على المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار، وصلت الشانية فهد بن علي بن شفيع آل فهد، وصل بن شفيع لكي يقدم لنا الشاهنية على المركز الرابع. المركز الخامس أرى قدوم وحضور من شعار حمد بن عبد الله بن علي آل فهد المرية، يقدم لنا الأندلس. هكذا كانت النتيجة مع الخمسة المراكز المتقدمة، نتاون أول أتممناه على مسامعكم، ولكن إني أرى شعار خطير بدأ يدخل في الخمس المراكز المتقدمة. مرحبا يا أبو ربيع، مرحبا يا مبارك، مرحبا يا أبو ربيع، مبارك بالربيع العجمي، يقدم لنا الطائفة. ولكن لنعود إلى شعار المنصورية، لنعود إلى مقدمة الشوط وإلى محمية على المركز الأول، منصور بن سيف بن علي بن دري المنصورية، يقدم لنا محمية، أبناء الوثبة ينتظرون هذا السلام. يا بن دري، يا سلام.
الكم يا اشواط اللقايه، زان القامه اشواط اللقايه، ولكن بنمهجع بنمهجع. يقدم لنا شعاره ويقدم لنا سموه فواز بنمهجع بن حليون العنسي، يتقدم رويدا رويدا، ولكب الربيع اسم خطير واسم مثير مع انطلاقة الطايفة 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 الطايفة. مبارك بالربيع العجمي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الطايفة، ويتقدمون ابناء جوده في هذه اللحظات مع ثالث المراكز المركز الرابع. أرى شعار اعتبار محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يقدم لنا اعتبار. أبناء دولة قطر ينتظرون هذا السلام يا بن بخيت. المركز الخامس وصل بن جهوين، وصل بن جهوين يقدم لنا سيوف سلطان بن جهويل المري يقدم لنا سيوف. ياه يا معركة اللقاية، يا معركة اللقاية، يا المنصوري يا المنصوري. بندرية بندرية يقدم لنا محمية، يقدم لنا محلمية. منصور بن سيف بن علي بن سعيد بندرية المنصوري يتقدم بندرية، ولكن بالربيع بالربيع الطايفة الطايفة الطايفة. مبارك مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ذكر الله على انطلاقة الطايفة واداء الطايفة. راح يا ابو ربيع مع النماس مع الانتصار مع الفوز مع الانتصار. يا سلام ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا. وان ما خاب ظني هذه سلالة الفحال، الفحال لبن ربيع، من لا يعرف الفحال الرموز. يا سلام يا سلام يا سلام، التاريخ المشرف لبن ربيع. مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي، مشكور مشكور باسم الجمهور. خالد خالد بن ربيع العجمي واجيال خالد. يو صمد بن ربيع عند الامتار الاخيره. سلام يا بن ربيع، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اعتبار ما قصرت عند الامتار الاخيره. محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري على المركز الثاني مع اعتبار. المركز الثالث ثالث الاسماء، المركز الثالث والرابع والخامس يفيدكم مع الاعاده وفي الإعادة إفادة. إذن متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، شوط مثير، وكان بالربيع منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط مع الطايفة. مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط. والتوقيت التوقيت الأفضل 7:39 31 جزءا من الثاني. تهانينا والنماس لكم يا ابناء جودة على هذا الفوز والانتصار. مركز ثاني اعتبار محمد بن سالم بن محمد بن خيت المري، 7:39 المركز الثاني اعتبار 9